بسم الله والابن والروح القدس إله واحد امين. كورنثوس الاولى 13، ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليست لي محبة فقد صرت نحاسا يطن او صنجا يرن، وان كانت لي نبوة واعلم جميع الاسرار وكل علم، وان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال ولكن ليست لي محبة فلست شيئا. ان اطعمت كل اموالي وان سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. لإلهنا المجد وإكرام في الكنيسة من الآن وإلى الأبد أمين. بص يا حبايب، إنه المسيح له المجد أدانا وصية المحبة وقال على باب السماء ربنا حيسألنا عن كم أحببت. الله يقيسنا في السماء على كم أحببت. حبيت ربنا قد إيه؟ حبيت الناس قد إيه؟ ده هو السؤال اللي حنسأل فيه على باب السماء. إذن إحنا في امتحان، والامتحان ده تجريبي اللي احنا فيه دلوقتي. جرب انفسكم، هل انتم في الايمان؟ جرب نفسك من دلوقتي، هل انت بتحب ربنا ولا وبتحب الناس ولا لا؟ لانه على باب السماء هو ده السؤال بتاع احببت ربنا ولا احببت الناس ولا لا. ومع انه الامتحان مغشوش ومعروف، ولكن في ناس فينا بتسقط. على باب السماء في ناس بتسقط، فلنخف لأنه مع بقاء وعد. يرى فينا أحد إنه قد خاب. في ناس حتخيب، في ناس حتسقط على باب السماء لأنها لا عرفت تحب ربنا ولا عرفت تحب الناس، فجات على باب السماء وطلعت نفسها سقطة. هنعرف بعد شوية إنه في ناس حركت الجبال ولكن على باب السماء طلعت ساقطة، وفي ناس حطت كل فلوسها للمساكين والفقراء وطلعت على باب السماء ساقطة، وفي ناس أخرجت شياطين، وفي ناس عملت نبوات ومعجزات وعلى باب السماء طلعوا إنهم خايبين. إذن كلام يخوف وكلام يعني يخلي الواحد فينا بأنه فعلا يخلي باله، هل إحنا من الناجحين ولا من الساقطين؟ خصوصا أنه ربنا قال أنه الناجحين قليلون. يا رب الناجحين كم؟ قال قليلون هم اللي هيدخلوا السماء. فيا ترى أنا وإنت من القليلون ولا من الكثيرون؟ والعملية تخوف. بولس الرسول قام يتكلم عن المحبة، وأساسا لما كان بيتكلم عن المحبة ما تكلمش، كان عايز يوعظ عن المحبة، إنما لقى ناس كنيسة كورنثوس دول عندهم مشاكل مع بعضهم. لقى إنه في ناس يعني بتتكلم بألسنة عشان تتظاهر او يكون عندها الشو والمظهريه، فلقى انه الناس دي بتتكلم بالسنه مغشوشه وكلام كله كذب في كذب. فبولس الرسول قال لهم طيب ليه الواحد لو عايز يتكلم ما يتكلم بلسانه؟ يعني ليه يتكلم بالالسنه؟ يعني انت عارفين موهبه التكلم بالالسنه دي ربنا اداها للتلاميذ الرسل امتى؟ يوم الخمسين، مش كده؟ أداهم موهبة التكلم بالألسنة يوم الخمسين عشان الناس، كان في ناس لا بيعرفوا عبري ولا بيعرفوا يوناني، فقام ربنا أداهم موهبة التكلم بالألسنة عشان الناس تفهم.
لكن بعد كده الموهبة دي اندثرت وانتهت، لأنه أصبح في ناس كثيرة ابتدت تبشر في بلاد عديدة. لكن قامت طلعت الموهبة دي تاني، موهبة الألسنة دي، لكن كلها كانت للشو وللمظهرية. فقام بولس الرسول قال لهم بصوا، يعني أعظم من التكلم بالألسنة في حاجة مهمة، هي إيه؟ المحبة. فقال لهم لكن جدوا للمواهب الحسنى وأيضا أريكم طريق أفضل. يعني اجتهدوا للمواهب، وفي طريق أحسن من أنك أنت تتكلم بالألسنة. ليه؟ لأنه الناس كانت مشغولة في الوقت ده بالتكلم بالألسنة، بإخراج الشياطين، بعمل المعجزات، كان كل واحد مهتم بالحياة دي. قال لهم دي كويسة، لكن في طريق أفضل من كده، هو طريق إيه؟ طريق المحبة. عشان كده يا أحبائي، أقصر طريق يدخلك للسماء، أقصر طريق يدخلك للسماء هو المحبة. يعني مثلا لو قلنا النسك يدخلك السماء، مين النهاردة قادر يصوم زي الناس؟ مين قادر يصوم زي القديسين اللي بطوا الأيام طوي؟ صعب الطريق ده. مين قادر يصلي زي الناس؟ صعب الطريق دي. مين قادر النهاردة عن طريق العطاء الغير محدود يدخل السماء؟ برضو مش قادرين. مين قادر النهاردة عن طريق السهر نسهر ندخل السماء؟ أيوة، نعرف نسهر قدام التلفزيون والنت والواتساب والكلام ده، لكن قدام الصلاة نقدرش نسهر. فبولس الرسول قال لك طيب في طريق أسهل وأقصر إنك أنت تدخل بالسماء، هو طريق المحبة. عشان كده قال كنت إيه؟ جوعان أطعمتموني، عطشان سقيتموني، عريان كسيتموني، مريضا زرتموني، حبيتوني. اللي هتعمله في الناس كأنك بتعمله في المسيح، وكده أنت داخل السماء، داخل السماء. فإحنا عايزين نحب بعضينا يا جماعة. إذا إحنا مش قادرين على النسك والصلاة والصوم والعبادة والعطاء والسهر، الطريق السهل لدخول السماء نحب بعضينا، ده أسهل طريق. عشان كده بولس الرسول اتكلم عن آيات كثيرة للمحبة، هنعدي عليها بسرعة، ولكن هنركز على المحبة التي لا تطلب ما لنفسها، لأن عنواننا النهاردة ليه أنت بتحب نفسك. فقال لهم إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة وليست لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. يعني إذا أنت كنت حتى بتتكلم بلسان الملائكة، مش هقول لك بلسان الناس، لنفرض تكلمت بلسان الملائكة، وده ما فيش حاجة اسمها أساسا لسان ملائكة، لكن يقول لك مجازا كده لو تكلمت بلسان الملائكة، ولكن ما عندكش محبة، انت عامل زي النحاس اللي عمال يخبط في بعض. صدعتنا، جبت لنا صداع، ما فتش الكنيسة ولا حاجة، انما صدعتنا وعمال زي النحاس اللي خبط في بعض، صنجا يطن ونحاسا يرن. خلي عندك محبة حتى لو اتكلمت بألسنة ملائكة مش ألسنة بشر، وما عندكش حب للناس، انت كده مش داخل السماء. وإن كانت لكل النبوة وأعلم جميع الأسرار، إذا كنت يعني وصلت لدرجة نبي، نبي ما عندكش محبة، انت بر السماء. وتعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال. يعني قلت للجبل ده يا عم جبل انتقل من هنا لهنا، فينتقل بإيمانك قدام ربنا في السماء، انت ساقط بدون ايه؟ بدون المحبة. هل ممكن واحد يقول للجبل انتقل من هنا لهنا؟ ايوه ممكن. زمان يا أحبائي الشيطان لما يشوفك يعني عايز تعمل معجزات للشو وللمنظرة، يقوم يخدم عليك، يساعدك عشان تظهر يعني.
أيام موسى كان كده. موسى لما كان يمسك العصاية ويرميها تتقلب إيه؟ حية. يقوم السحرة نفسهم يمسكوا عصاياتهم يرموها تتقلب إيه؟ حيات. طب ده شغل ربنا، ده شغل شياطين. لكن الشيطان يخدم عليك عشان تظهر للمعجزة. فممكن الشيطان يخليك تنقل جبل، لكن أمام الله أنت مرفوض بدون إيه؟ بدون المحبة. وإن أطعمت كل مالي، ده إنسان يعني مش بيدفع عشور بس، لا، ده بشيل كل فلوسه يوديها للمساكين والفقراء، وما فيش محبة للناس، أنت كده مرفوض أمام الله. وإن أسلمت جسدي حتى يحترق، يعني وصلت لدرجة الاستشهاد وضبحوك ناس داعش دول، وانت بتكره اخوك، انت على باب السماء مرفوض. نلاحظ كلمة ان اطعمت اموالي، ان سلمت جسدي، ان كنت اتكلم بألسنة، يعني فيها مبالغة. يعني لا يمكن واحد مثلا انه يستشهد وما يكونش يحب الناس او يحب ربنا، ولكن ان حصل كده، شوف لدرجة ايه. مش ممكن واحد مثلا يدي المساكين وهو مش بيحب الناس، لكن ان حصل كده ففيها نوع من ايه؟ فيها نوع من المبالغة، ولكن مش بيحصل كده يعني. اذا بولس الرسول عايز يقول لك المحبة، محبتك لاخوك خلي بالك افضل من العطاء اللي بلا حدود. محبتك لاخوك افضل من الاستشهاد. تخيل، يعني انت لما تحب اخوك وتصالحه وتسامحه وتجي على نفسك وتركع تحت رجليه وتغسل له رجله وتقدم له الخد الاخر والميل الثاني، انت افضل من الشهيد نفسه. ده كلام ربنا كده. وافضل المحبة افضل من نقل الجبال نفسها، حتى لو انت نقلت جبال او عملت معجزات. اذا نقل الجبال وعمل المعجزات والاستشهاد وطعام الأموال للفقراء كلكم، ووصية المحبة هي ايه؟ كوم تاني. المحبة تتأنى يا ابن يا حبيبي، تأنى على أخوك، اتأنى عليه، اصبر عليه، ترفق به. محبة تترفق، المحبة لا تحسد. هو احنا في المسيحية عندنا حسد؟ أيوة عندنا حسد. ازاي الحسد؟ اخوات يوسف عملوا له ايه؟ حسدوه، مش كده؟ ليه؟ لانه لقوا الخير عنده كتير، اولا بيحلم احلام، ثانيا القميص الملون، فحسدوه واستكتروا عليه الخير اللي في يده، وقاموا يعني عملوا عليه مكيده وشر، رموه في البير، بعوذ الاسماعيليين، بهدلوه بهدله فظيعه جدا. اذا ممكن انه الحسد يعني ايه؟ مش حسد معناته اقول الله شوف الكاميرا دي حلوه ازاي تقوم وقعت تتكسر، الله يستر ما تتكسرش. لكن المهم يعني ما عندناش حاجه اسمها عين ولا كده. لكن احنا بنقول انه الحسد ان واحد يحسد اخوه لدرجه انه ممكن يضره يعني. فانا بحسدك واقوم اضرك. ألقى مثلا عندك مثلا راكب عربيه حلوه ولا كلام زي كده، اقوم اشتكيك للضرائب، اقوم اعمل فيك زومبا، اقوم احسد الخير اللي في يدك. اذا يا احبائي، المحبه تخليك انك لا تغير من اخوك، ولا تستكتر الخير اللي في يد اخوك، ولا تتمنى الشر لاخوك، انما تفرح له دايما كل ما ربنا اداله خير. انت تقول له رب اديله ادينا، لكن لا تحسده في هذا الخير، هو ده الحسد. لكن ما عندناش حاجة اسمها عين. يعني ايه عين؟ يعني اقول الله شوف عمنا ده كوتو حلو، كيف ازاي بعد كده كوتو مثلا يقع عليه وحاجة توسخه؟ لا طبعا، ما عندناش حاجة اسمها عين. لكن عندنا الحسد، والحسد بيجي على اساس انك انت تحسد الانسان وتضره. المحبة لا تتفاخر. اللي يحب الناس ما يقعدش انه هو يتكلم على نفسه كثير، لا، يتكلم على الناس وتفاخر بالناس واعتز بالناس، لكن لا تتفاخر في نفسك.
المحبة لا تنتفخ، اوعى تنتفخ على الناس وتقعد تتكبر على الناس وتكون فوق راس الناس. المحبة تخليك انك انت تحت رجلين الناس لكن مش فوق الناس. المحبة لا تقبح، انت لو بتحب انسان ما تقبحش فيه، لا تطلع القبح الذي فيه انما تطلع الجمال اللي فيه، لانه المحبة تخليك بتطلع جمال الناس مش القبح اللي فيه. واحد يقول انا بحب مراتي وهو بيقبح فيها اليوم كله، تحبها ازاي يعني؟ انت لو بتحب مراتك تطلع فيها الجمال اللي فيها لكن مش تقبح فيها. المحبة يقول لك لا تحتد، يعني مش يعني حتى لا تغضب، لا، الغضب ده درجة عالية. الحدة في الصوت، نبرة الصوت العالية. انت لو بتحب اخوك ما ترفعش صوتك عليه او ما تتنرفزش عليه او ما تكسرش في وشه، هي دي المحبة. المحبة لا تحتد، لكن الغضب ده درجة اعلى من ايه؟ من الحدة. عشان كده يا أحبائي الكلام ده كله ينطبق على الرب يسوع المسيح. ليه؟ لأنه هو لا يحتد مع إنسان أبدا، عمره ما نسمع صوته عالي أبدا، لا يصيح ولا يسمع أحد في الشارع صوته، الذي هو أبرع جمالا من كل البشر، عمره ما شفناه أنه كشر في إنسان أبدا. ليه؟ لأنه بحب الناس. تقول لي طب يوم الهيكل، يوم الهيكل ايوه فعلا مسك صوت لكن لم يحتد على انسان، وانما غيرت بيتك اكلتني، بيتي بيت الصلاه يدعى. تعملين الهيكل مغاره للصوص، فعلا عمل صوت لكن عمره ما ضرب حد ابدا، انما زق الحيوانات زق وقال لهم ايه ده، ده هيكل ده ولا سوق، انما من رقته من لطافته جاء عند اقفاص الحمام، لان الحمام رقيق، قال لهم ارفعوا هذه من هنا، لكن ما زجهاش ما رمهاش لان الحمام رقيق. فالمسيح كان ايضا ايه؟ كان رقيقا. المحبة لا تظن السوء، يعني انت لو بتحب انسان لا تظن فيه السوء ابدا لانك بتحبه. يقول لك بالمناسبة فلان ما جاش جاملك، انت لا تظن في السوء، تقوم تدي له عذر، تقول له لا لا الظاهر هو يعني ما عندوش وقت عشان يجيني. يقول لك لا لا بالمناسبة في نفس الوقت بتاعك ده راح جامل ناس تانية، تقوم تدي له عذر تاني، تقول لا الظاهر هو ما عرفش، وهكذا. المحبة لا تظن السوء في أي إنسان إنما تعطي العذر لكل إنسان. بعدين يقول لك المحبة لا تفرح بالإثم، يعني مش تلاقي إنسان وقع في خطية أو وقع في مشكلة تقوم أنت تفرح لأنه وقع في الخطية دي، لا تفرح بالإثم وإنما تفرح بالحق. يعني إيه؟ يعني لما تلقاه إنه هو رجع لربنا وتاب عن خطيته إنك أنت تفرح لهذا الإنسان. ونيجي عند حتة المحبة تحتمل كل شيء، ونحط عليها خطين كده بالأحمر. انت لو عايز تدخل السماء قدامك ده لو كان ايه؟ لو كان شيطان. لو عايز تدخل السماء تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. تباهى الزوجة التي احتملت رجلها القاسي الفذ الطبع، انسان يعني طبعه وحش جدا. ياما في ناس ستات احتملوا رجالاتهم وكانوا في غاية الصعوبة، سكرين وبتوع قمار وبتوع بنج وبتوع ستات، ولكن احتملوهم بالصلاة وبالصبر وبالحتة بتاعت المحبة تحتمل كل شيء. عشان كده يا أحبائي أم الغلابة احتملت رجلها اللي كان كل يوم بيضربها بالجريدة وكان كل يوم بيشتمها، لكن عمرها ما طلبت طلاق ولا طلبت انفصال ولا طلبت سيبوني أو عايز أروح بيت أبويا أبدا، وفي النهاية طلعته راجل إيه؟ قديس. في النهاية اتناول واعترف ومات، أكيد دخل السماء. من إيه؟ من الآية دي،
المحبة تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. من النهاردة بيصبر؟ ما في الصبر، ما في الصبر. طوبى الإنسان الذي عاش مع ناس متعبة، ناس تعبينه في الشغل أو تعبينه في أي حتة، وعمالين يتكلموا عليه وعمالين يظلموه في الشغل، ولكن من أجل المحبة التي تحتمل كل شيء احتملهم وصبر عليهم وبالتالي دخل السماء. ليه؟ لأن المحبة تحتمل كل شيء. في النهاية يا أحبائي، أهم آية المحبة لا تسقط أبدا. يعني إيه لا تسقط أبدا؟ المحبة لا تسقط أبدا معناها المحبة لا تخسر أبدا على الإطلاق. عشان كده زي ما قلت لك قبل شوية إنه في ناس حتيجي على باب السماء وإنها تسقط في الامتحانات، ده حيطلع في ناس بتتكلم بألسنة وتطلع ساقطة وتنقل معجزة وتنقل جبال وتطلع ساقطة، وتعمل إخراج شياطين على باب السماء تطلع ساقطة، وتعمل معجزات على باب السماء تطلع ساقطة. ليه؟ لأن ده كله اتعمل من غير محبة. إنما اللي عمره ما يسقط على باب السماء هو الإنسان المحب، الإنسان اللي احتمل كل شيء وصبر على كل شيء وكان محتمل الإنسان اللي قدامه. ده معدي معدي، ده يعني داخل السماء، يعني داخل السماء. دي هنا إيه؟ المحبة لا تسقط أبدا. يعني إيه؟ يعني اللي عنده محبة عمره ما يخسر إنسان أبدا على الإطلاق. يقولوا له الناس دي بتدوس عليك عشان تكرههم، يقول عمر ما اكرههم ابدا ابدا، هفضل احتملهم لحد النهايه، وهفضل ماشي بالايه اللي بتقول لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بايه؟ بالخير. ان جاء عدوك اطعمه وان عطش ايه؟ اسقيه. يعني ايه المحبه لا تسقط ابدا؟ يعني إذا كانوا في ناس مثلا بيكرهوك وبيعادوك وبيزلوك ومطلعين عينك، محبتك ليهم أنت من محبتك ليهم تشيل المحبة اللي في قلبك تحطها في قلبهم هم، وبالتالي تشيل منهم العداوة والكره والأنانية والحاجات الوحشة دي كلها فيهم. لكن إذا ما صبرتش وانت ابتديت لا ما تحبهمش، يقوموا هم اللي يحطوا فيك الكراهيه في قلبك، ويحطوا فيك العداوه، ويحطوا فيك النميمه والادانه والكلام، كل الحاجات الوحشه دي يحطوها فيك ويشيلوا منك المحبه اللي كانت في قلبك. لكن الشطاره، الانسان الشاطر الجدع فعلا، هو اللي يشيل الكره اللي في قلبهم ويحط المحبه اللي داخلهم، وحط المحبة جوا قلوبهم. عشان كده يا أحبائي، محبة مش سهلة أبدا. المحبة المسيحية صعبة جدا، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ نار المحبة. عشان كده يا أحبائي يقول أعمدة الكنيسة الثلاثة هي إيه؟ إيمان، ها، وإيه تاني؟ رجاء، وإيه؟ ومحبة. وأعظمهن محبة، أعظم من الإيمان. إيمان، رجاء، محبة. إيمان، رجاء، محبة. المحبة أعظم من الإيمان وحتى أعظم من الرجاء. اللي أنا عايز أتكلم عليه في عجالة سريعة، المحبة التي لا تطلب مال نفسها. ليه بتحب نفسك؟ اولا انت محبة النفس دي محبة، يعني اكيد كل واحد طبيعي جدا ان هو بيفكر في نفسه. اكيد انت النهاردة قاعد في الاجتماع مش بتفكر الا في نفسك بس، هتطلع بعد الاجتماع تعمل ايه، هسوي ايه، لكن عمر ما جاف فكرك انا بعد ما اطلع من هنا هعمل لاولادي ايه او لمراتي ايه او لاخويا ايه. محبة طبيعية ان الانسان يحب نفسه. المحبة لا تطلب مال نفسها يعني ايه؟ يعني انك تنسى نفسك خالص وتتذكر الناس، هي دي المحبة التي لا تطلب مال نفسها. انسى نفسك، انسى نفسك خالص، اتذكر اخوك، اتذكر جارك، قريبك، عمك، صديقك، اتذكر اللي جنبك، اللي وراك، اللي قدامك،
هو ذي المحبة التي لا تطلب ما لنفسها. هل تقدر أن تنسى نفسك خالص وأن تتذكر الآخرين ولا لا؟ مجازا كده لو دخلنا دماغ ربنا يسوع المسيح نلقى أنه هو عمره ما فكر في نفسه أبدا على الإطلاق، كل تفكيره في الناس وبس. ليه؟ لأن ابن الإنسان جاء لكي ما يخدم ومش ايه يخدم، جاء يخدم الناس لكن عمره ما حد خدمه أبدا. عشان كده يقول ايه، إن ابن الإنسان ليس له أين أن يسند ايه رأسه. تخيلوا انه ربنا ما عندوش حتى بيت ينام فيه، انه كل الناس عندها بيوت ما عدا هو ما عندوش بيت، ما عندوش حتة يحط فيها رأسه ينام فيها أبدا. تخيلوا انه لما كان يخلص وعظة يقول لك كل واحد مضى إلى بيته، أما هو ما مشى إلى جبل الزيتون. مشى تعمل ايه؟ مشى تصلي. حتنام فين؟ أي حتة وخلاص. طيب حترتاح فين؟ أي مركب في البحر وخلاص. حتاكل ايه؟ اي لقمة وخلاص. لكن يفكر في الناس. 5000 واحد دول معقول بعد الغروب وقعدوا بعد الوعظة دي كلها اسيبهم يمشوا كده؟ ابدا، لازم اديهم ياكلوا. تديهم منين 5000 دول؟ ما عدا الرجال والنساء، لو ضربناهم حنلاقوهم 15000. تجيب لهم اكل منون دول؟ يعمل معجزة الخمسة خبزات والسمكتين. عشان كده يا احبائي المسيح لا يفكر في نفسه أبدا، إنما يمشي في السكة يلاقي واحدة ست عمالة تبكي، أرملة نايين دي، وبعدين بيسأل مالها الست دي، يقولوا لها دي ست أرملة وابنها مات. أرملة معناها زوجها مات، مين اللي بيعولها؟ ابنها، حتى ابنها برضو مات. لم يفكر في نفسه، مع أنه يقول لك ما كانش داخل مدينة نايين دي أبدا. إنما دخل مدينة نايين مخصوص عشان الست دي، واقتحم الموقف ووقف أمام الموت علشان يقيم هذا الشاب ويدفعه إلى أمه. يا أيها الشاب لك أقول قم. حرام، صعبت عليه، غلبانة، زوجها مات، ابنها مات، محتجاله، لا لازم نقوم لها ابنها. يهتم مريم ومرسى والعازر، ما عندهمش حد أخو إلا لعازر، العائل الوحيد للأسرة. طيب نعمل إيه؟ لا نقوم نقوم لعازر من بين الأموات، ويمشي ويقوم لعازر. يهتم برمس الماوس الأعمى، يا يسوع يا ابن داود ارحمني. يقول له عايز إيه؟ يقول له منذ ولادتي أعمى. يقول له يا صعبت علي خالص. عايز تعمل إيه؟ يقول له عايز أشفى. خلاص يا ابني شوف، يلا خلاص شوف. وهكذا يا أحبائي المسيح لا يطلب مال نفسه أبدا، إنما يفكر في مال الناس. إذن خلي بالك، المحبة لا تطلب مال نفسها معناتها أنت تطلع برا نفسك خالص، اطلع برا دماغك، اطلع برا طلباتك ورغباتك وشهواتك، اطلع برا أناتك، اطلع برا مزاجك وفكر في الناس. ليه بتفكر في نفسك بس؟ دي المحبة التي لا تطلب مال نفسها. أحبائي ما أسهل إنه الإنسان يقول لأي إنسان يا حبيبي، أوكي يا حبيبي، عملت إيه يعني حبيبي؟ أو تجيب له هدية. لكن المحبة التي لا تطلب مال نفسها، الإنسان اللي قدامك يشعر فعلا إنك أنت مهتم به، أو إنك أنت فعلا يعني شاعر به، أو فعلا إنك أنت حاسس به، أو أنت فعلا يعني عايز تعمل له حاجة، هي دي المحبة التي لا تطلب مال نفسها. عارفين يا أحبائي إنه جاء واحد سأل ربنا يسوع المسيح، قال له أعمل إيه عشان أرث الحياة الأبدية؟ قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك، كل نفسك، كل قدرتك، تحب قريبك كنفسك، اعمل الحاجتين دول تدخل السماء. فقام قال له من هو قريبي؟ قام حكى له قصة الإيه؟ السامري الصالح. تعال نشوف قصة السامري الصالح دي، فيها 6 شخصيات أو 6 مجموعات من البشر، 5 منيهم مفهومش ريحة المحبة. إزاي؟ أولاً نمرة 1، الراجل اللي واقع في السكة دي، اللي كان نازل من أورشليم إلى أريحة،
في الغالب ده راجل تاجر صاحب بيزنس عنده فلوس. طيب انت يعني زمان يقول لك الشوارع دي كلها قطاع طرق، معك فلوس، طب ليه ما اخدتش معك حد عشان تدافعوا على بعض؟ انما هو شعاره في الدنيا دي انا وبس، انا ماليش حد بالدنيا دي خالص، انا وبس. هي دي ايه؟ ده شعار اغلب الناس فينا، انا وبس، انا مالي، انا وبس. حتى ربنا كان يبعث التلاميذ اثنين اثنين، كانش يبعثهم واحد واحد علشان الشوارع والطرق. انما عشان يكون عندك فلوس زي كده وتنزل لوحدك، معناها انه شعاره في الدنيا دي ايه؟ انا وبس، مش عايز حد تاني. نمرة اثنين، العصابة. العصابة اللي نزلت وضربت الراجل دي، هم شعارهم في الدنيا دي ايه؟ الاستغلالية. انت تشتغل لي انا، انت تاخد وتشتغل وكله يجيني انا. العلاقة من برا حب، ولكن العلاقة من جوا كلها استغلالية، وكلها انك انا اخد اللي عندك بقدر امكان، امص دمك، اخد كل اللي عندك. وفي ناس كثيرة جدا من النوع دي، ما فيش محبة. النوع الثالث اللي هو الكاهن، اللي مشى قدام هذا الرجل حتى ما وقفش يشوف ده مين، انما جاز مقابلته، عمل كده ومشى. يا عم ده رجل بيموت قدامك، انما ده شعاره في الحياة انا مالي وماله، هو في حاله وانا في حالي، يقع يموت يترشق بطريقته. وده شعار اكتر الناس احنا مالنا. في ناس تمصمص كده حرام وتمشي، هو في الغالب عمل كده، مصمص ابونا ده حرام ومصمص كده ومشى من غير ما حتى يعني يشوف في ايه. اذا اغلبيه الناس كده. النوع اللي هو الرابع اللاوي، اللي هو الشماس، ده احسن من الكاهن، طلع احسن من الكاهن، انما وقف ونظر وجاز مقابلته، يعني شافه احسن يطلع معرفة. لو اعرفك اساعدك، لو ما اعرفكش مش هساعدك. ليه؟ لانه لو ساعدتك النهاردة وانا بعرفك بكرة هحتاج لك، عشان كده انا بساعدك النهاردة، لكن انا اساسا مش بعرفك، اساعدك ليه؟ وده برضو نوع من البشر مفهومش ريحة المحبة أبدا. ده النوع الرابع. النوع الخامس برضو اللي مفهوش المحبة، صاحب الهوتيل، اللي هو جابوله الراجل دي وقالوا له يعني دوي. ده نوع من الأنواع، أساعدك لو حتديني فلوس، لو حلقة من وراك مصلحة، أساعدك وأصحبك لو ورايا معك مصلحة تديني أساعدك. وده برضو مفهوش أي نوع من إيه؟ مفهوش أي نوع يا أحبائي من المحبة. لو نلاحظ كل الشخصيات دي موجودة في البشر، اللي يقول اللي هو النوع الأول المسافر يقول أنا وبس، مش عايز حد تاني. والنوع الثاني الحرامية اللي هو استغلالية الناس، أحبك واستغلك. النوع الثالث من البشر الكاهن، اللي أنا ومالي ومالك. والنوع الرابع من البشر اللي هو اللاوي، اللي هو لو أعرفك أساعدك، قدم السبت ألقى الحد، لكن مش ماخد في باله إن أحببتم الذين يحبونكم أي أجر تفعلون أليس العشرين يفعلون ذلك. إذا أنت حتساعده وهو بكرة حيساعدك حتلقى إيه؟ في السماء. لكن إذا حتساعده وهو مش حيساعدك بكرة، ده اللي حتلقى في السماء. لكن إذا حساعدك لازم تساعدني. وده النوع الرابع. النوع الخامس، لو حتديني فلوس أنا بيني وبينك في مصلحة، يبقى أنا أساعدك. خمسة مجموعات من البشر مفهومش أي ريحة المحبة أبدا. تعال نشوف النوع السادس اللي هو مين؟ ها؟ السامر الصالح. السامر الصالح ده طلع لا يعرفه، وطلع لا بينه وبينه أي مصلحة، وطلع إنه مش عايز حتى يستفيد منه، وطلع إنه خسران إنه هو ساعده، وطلع إنه مش عايز يستغله أبدا، وطلع مش بيقول أنا مالي وماله.
إنما اللي عمل إيه؟ نزل من على الدابة، ركبه على الدابة، جاب الخمر عشان يعني يطهر الجرح، وجاب الزيت عشان يرطب الجرح، وركبه على الحمار وهو مشى برجليه، ومشى لصاحب الفندق ودفع من فلوسه، وقال أنا هرجع بعد يومين، بعد يومين هدي لك اللي أنت صرفته. تعال نسأل سؤال، أنت في إيه مصلحتك مع الرجل ده؟ يقول ما عنديش مصلحة. هتستفيد إيه منه؟ يقول مش هستفيد حاجة. بتعرف الرجل ده؟ لا مش بعرفه. كسبت وراه حاجة؟ يقول بالعكس، ده أنا خسران، خسران وقت، وخسران فلوس، وخسران صحتي، وخسران الحاجات اللي كانت معايا، خسران حاجات كثيرة جدا. طب ليه بتعمل كده؟ عشان أنا سامري إيه؟ صالح. هي دي المحبة يا أحبائي، هي دي محبة السامري الصالح. عشان كده يا أحبائي، لو السامري الصالح في لحظة واحدة بس فكر إنه يعني فين مصلحته ورا الحياة اللي عملها دي، ما كانش عمل ولا حاجة. إنما لو إحنا بنفكر يا أحبائي إيه المصلحة، إنه أنا أحب أخويا. عشان كده المحبة التي لا تطلب ما لنفسها، يعني تنسى فلوسك وتنسى صحتك وتنسى وقتك وتنسى أنت مين وتنسى كل حاجة، وتنتبه إلى إيه؟ إلى أخوك. المحبة لا تطلب لنفسها، يعني مثلا لما يقول واحد أنا هروح أجامل فلان، وبعدين نسأله نقول له هتروح تجامله ليه؟ لو طلع في سبب عشان يجامله يبقى هو مش بيحبه. لو طلع سبب انك انت هتجامله يبقى انت مش بتحبه. ممكن يكون في سبب هجامله عشان بكرة استفيد منه، هجامله عشان بعرفه، هجامله عشان بينه وبينه في مصلحة، هجامله عشان مش عارف يعني قريبي او صديقي او اخويا، هجامله عشان كده، يبقى انت مش بتحبه. لو طلع في سبب او غرض يبقى دي مش محبة ابدا. لكن لازم تسامح لو سألوك اي سؤال بتحب فلان ليه، لازم ما تلقاش اجابة. لو لقيت اجابة يبقى انت مش بتحبه. تخيل انت لو لقيت اجابة انت مش بتحبه. هساعده لانه مثلا انا دمه خفيف، عشان قريبي، لا انت كده مش لازم، ما تلقاش اجابة ابدا. عشان كده لو جينا سألنا ربنا يسوع المسيح نفسه وقلنا له يا رب انت بتحبنا ليه، في آية في صفنية يقول يسكت في محبته. ظهر في ملاك كان قرفان مننا كده، وبعدين سأل ربنا قال له الناس دي بتحبها ليه يا رب؟ أنا عايز أعرف إيه السبب اللي أنت بتحب الناس دي؟ فقام ربنا سكت، يسكت في محبته. عشان كده يا أحبائي قال أنا أحبهم ليه؟ أنا بحبهم بالرغم من، مش لأن، بالرغم إنهم وحشين، بحبهم بالرغم انهم خاطئين، بحبهم بالرغم انهم ما يستاهلوش، بحبهم بالرغم انهم هم جرفوني تعبوني، بحبهم بالرغم من. انما ما عندوش ربنا بحبهم لان هم بحبوني او لانهم يستاهلوا الحب ابدا. هي دي المحبة التي لا تطلب لنفسها. اذا انت بتحب بالرغم من الإنسان اللي قدامك تعبك وقارفك ومزهجك ومطلع عينك، لو بتحبه بالرغم من، هي دي المحبة. إنما لو بتحبه لأن، يبقى أنت كده مش بتحبه أبدا على الإطلاق. مين بحب في البشر بالرغم من؟ الأمهات والأبهات، بابا وماما. ماما بتحب عيالها بالرغم من هم متعبين، بالرغم من هم مقرفين، بالرغم من انهم مطلعين عينك، بالرغم من انهم بيسهروك الليل ويعني مزهجينك، لكن بالرغم من كده بتديهم حب فوق حب، بالرغم من، لكن مش بتساعديهم لأن. طب هل تقدري تخلي ان كل البشر عيالك؟
لو خليت كل البشر عيالك يبقى انت حبيتي كل الناس. الاب كده، الاب برضه بيحب ابنه بالرغم من تعبه، بالرغم انه جرفه، بالرغم انه ما فيهوش حاجه تتحبى، لكن برضه بحبه بالرغم من. هل تقدر تخلي كل عيالك هم اولادك ولا لا؟ الله يا احبائي يحب الملحدين بالرغم من انه يصحوا الصبح يقولوا ما فيش ربنا، انه يصحوا الصبح يشتموا في ربنا، يصحوا الصبح يكتبوا في الانترنت يا ناس يا عورة الدنيا دي يعني ما فيهاش خلاص بعد الحياة ما فيش حياة، بالرغم من كده انه ربنا يقوم يشرق شمسه على عليهم ويمطر عليهم ويبارك فيهم وفي أولادهم وفي أعمالهم بالرغم من ده كله، لأن دي المحبة التي تحتمل كل شيء. عشان كده يا أحبائي يقول إيه؟ لا ينظر كل واحد إلى نفسه بل كل واحد إلى ما هو للآخرين. ما تبصش لنفسك، إنما تبص لنفسك ده الطبيعي، إنما تبص إلى ما هو للآخرين. طيب مين هو اللي بص للآخرين يا أحبائي؟ الطبيعي تبص لنفسك، لكن الآية ما تبصش لنفسك وإنها تبص إلى ما هو للآخرين. مين هو يديك هذا الفكر؟ مين اللي عنده هذا الفكر؟ يقول لي يكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ربنا. شوف يسوع عمل إيه يا أحبائي؟ فكر إزاي؟ يقول لك الذي هو في صورة الله في حضن أبيه واحد مع الآب في الجوهر، أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، صار في الهيئة كهيئة إنسان، أطاع حتى الموت، موت الصليب. إيه اللي خلاك تعمل كده يا رب؟ أنت قاعد في مجدك وقاعد في ملكوتك، إيه اللي خلاك تنزل؟ لأن المحبة لا تطلب إيه؟ ما لنفسها أبدا يا أحبائي. عشان كده يا أحبائي المحبة خلت المسيح ينزل من فوق لتحت، هي دي المحبة. المحبة تخليك توطي راسك، عمر ما تطلب محبة ما لنفسها وترفع راسك في الأرض، عمرك ما ترفع راسك في الأرض إذا أنت بتحب ما لنفسك. إنما اللي يحب الآخرين يوطي راسه ويخلي راسه واطية، لكن هترفع راسك فين؟ في السماء. عشان كده يقول لك بعد المسيح جاء من فوق إلى أسفل والضرب والزلة، لأنه لا يحب نفسه، لكن الآية تتكمل وتقول إيه؟ لذلك رفعه الله. إذن بعد ما تكون هنا في الأرض وتوطي راسك، أكيد يوم من الأيام إنه ربنا إيه؟ يرفع راسك فين؟ في السماء. لما تحب الحب الذي لا يطلب ما لنفسه، الملائكة تستقبلك على باب السماء وتقول لك تعال يا حبيبي، لأنك عشت طول حياتك إنك أنت تطلب ما للآخرين. تخيل معايا إن زوج إنه كل همه كيف يرضي امرأته. تخيل معايا، يعني طبعا مش بتحصل، بس تخيل معايا يعني كل همه إزاي بس يرضي امرأته خلاص. وانت يا ستي كل همك ازاي انك انت ترضي زوجك. البيت ده يعني يعيش ازاي؟ جنة. البيت ده هيكون سماء. لما الراجل لا يفكر ما لنفسه وانما يفكر في امراته، وامراته لا تفكر في نفسها الا في رجلها، البيت ده يعيش جنة، يعيش سماء. عشان كده بنعمل كده للمخطوبين يا جماعة. نجيب المخطوبين ونقول لهم ها تعالوا، ونجيب ورقة وقلم. يا ابني انت اسمك ايه؟ يقول اسمي فلان. فلان بص يا فلان، قول ورايا، هعيش طول حياتي اسعد مراتي. ويقول لي نعم. نقول له قول ورايا، هعيش طول حياتي اسعد مراتي. يعني ايه؟ يقول لي. اقول له يعني تشطب على نفسك، تشطب على ذاتك، وتعيش كل حياتك تسعد الى مراتك. تعالي يا بنتي اسمك ايه؟ اسمي فلانة. فلانة قولي ورايا يا فلانة، هعيش طول حياتي اسعد زوجي. قولي ورايا. وهي تقول تحت لسانها كده خلاص. ليه؟ انه
لو عاش الخطيب والخطيبة في أزواجهم كل واحد يرضي ما لنفسه البيت ده حيخرب، إنما كل واحد يعيش إلى ما يرضي إلى الآخرين البيت ده إيه؟ البيت ده دايما حيكون إيه؟ حيكون ناجح باستمرار. آخر حاجة عايز أقولها لك يا أحبائي، إنه الحب والأعمال يا إخوتي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان، إنما بالعمل وإيه؟ والحق. من النهاردة يعني ما يقولش كلمة يا حبيبي، اللي عايز يحب يحب بالعمل، ما تحبش باللسان أبدا. ولكن يا أحبائي الله سوف يقيس محبتنا في السماء كم أحببنا بالعمل وليس باللسان، الذي يعطي كل واحد على حسب إيه؟ تعبه. تعبت قدر إيه؟ مش قلت بحبك بلسانك قدر إيه، إنما تعبت قدر إيه. صدقوني يا أحبائي يا ما في ناس تعبت كثير جدا من أجل الناس. أنا بعرف ناس يا أحبائي خدموا معوقين وشالوا معوقين ولا حد يعرف بيهم خالص، لكن دول في نظر السماء أعظم من 1000 خادم في الكنيسة، معروف في الكنيسة، لكن خدموا معوقين وشالوا من تحتيهم وعملوا يعني جاهم غضروف، ولكن ما فيش حد بيعرفهم. دول على باب السماء الملائكة والقديسين كلهم يعرفوهم. انت في بيتك لو عندك انسان معوق ولا عندك انسان تعبان، لو شلته لحد طول كل حياتك انت كده هتدخل السماء، انما هتتذمر على خدمته هتدخل السماء ازاي؟ تفكر فيما نفسك، اي ظهري وجعني، جاني غضروف، مش عارف ايه، ما تفكر في نفسك، انما فكر في مال الاخرين. انا اعرف واحد يا احبائي انه مراته جاها شلل كامل وقعد يخدمها لحديت ما ربنا افتكرها، وقام قال لي صدقني يا ابونا احلى ايام حياتي عشتها في فترة مرض مراتي دي، كنا نحب بعض حب عظيم جدا، شلتها لحديت ما ربنا افتكرها، ودي كانت اعظم ايام حياتي على الارض. ليه؟ لانه لا يفتكر فيما لنفسه وانما فيما للاخرين. احبائي احنا عايزين نحب ونحب المبادرة. هل انت تبادر في الحب ولا لا؟ انت بتعرف ناس كثيرة تعبانين، تعرف ناس كثيرة محتاجين لك، تنتظر لحد ما واحد يقول لك انا محتاج لك؟ انت عارفه اوريدي، طب ما تروح له من غير ما هو يطلب منك تساعده. بادر في الحب، بادر في المساعدة. زي ما قلت لك امرأة نايين دي الله ما حدش سأله قال له ممكن تقوم ابنها، ما فيش حد قال له كده، لأنه ما فيش حد كان عنده إيمان بأنه ممكن يقيم موتى. أيوة ممكن يشفي أمراض، لكن ما فيش حد عنده إيمان أنه يقوم موتى، عشان كده ما فيش حد قال له تعال قيم هذا الشاب، وإنما هو من نفسه أقام هذا الشاب. أحبائي المبادرة معناها أنه تساعد اللي قدامك دي. يا ما في ناس بتعدي علينا كتير وإحنا بنطنشها، ومحتاجين لنا كتير، وعارفينهم أنهم هم محتاجين لنا، لكن مش بنساعدهم. ليه؟ لأننا لا نحب الآخرين لكننا نحب أنفسنا. أحبائي أرجع تاني وأقول اللي مش هيحب الآخرين، اللي هيهتم بس بنفسه مش ههتم بالناس، صعب عليه انه هو يدخل ملكوت الله. حتى لو صليت، حتى لو صمت، حتى لو قريت الكتاب المقدس، وانت لا تهتم فيما للاخرين، تهتم فيما نفسك، ابديتك مهددة. احبائي نحب بعضنا بعض، لان دي الوصية العظمى اللي تجمع كل الكتاب المقدس. نحب الله ونحب الناس، ندخل السماء. لإلهنا المجد والإكرام في كنيسة من الآن وإلى الأبد. آمين.